سبيشال اوفرز باوتو فوكس هالاسبوع مشاهدينا ما تروحوا ابدا هالحلقات لانه عن جد في اسعار كتير كتير حلوه عن مختلف السيارات اللي معنا مع صديقي وزميلي فيليب يعقوب. هاي فيليب. يعني اليوم محمس ماكسيمم احكي عن هاللكجري سيدان اذا فينا نقول موجوده عندنا بالاستوديو مثل ما عم تطلعوا اوبل انسينيا كوزمو 2013 فولي لودد كار. قد ما نحكي عن فولي لودد كار رح اكون عم نقصر مع السياره. انا صراحه غرمت فيها للسياره، كنت عم فكر انا اشتريها فيليب. يلا جورج اتس فيري فوردبل، ما حلوه وخاصه لما نعرف باخر حديثنا معك قدي السبيشال اوفر عليها اليوم 100% كتير قوي. يعني بنذكر بشغله كتير مهمه انه هاي السياره موجودين بس يلي رح نكون عم نحكي عنه طوال الاسبوع بس بالام تي في، يعني ما فيكم اكيد تلاقوا السيارات لا بالشوروم تبعهم، لا هن موجودين عندنا بمبنى الام تي في. فيكم اكيد تفوتوا على mtvsv.com او حتى تتصلوا على الارقام يلي عم تشوفوها على الشاشه 0372-8872. اليوم يعني ما بعرف كيف بدنا نبلش بهالسياره لانه فيها كثير اوبشنز، يمكن بدنا سبع حلقات باوتو فوكس اسبوع كامل تنحكي عنها للانسينيا كوزمو. بشكل خارجي بنبلش معك يلا. اكزاكتلي كنت عم بتقلي قبل انه هيدا الكولر اتس رويال بلاك كولر. رويال بلاك يس اكزاكتلي. عم نشوف على لكجري سيدان ايروديناميك شيب، فيها زيح مثل ما عم بتشوف هون كثير حلو على جانب السياره، كروم هاندلز 18 انش الجنوطه تبعها، وبنوصل اكيد للرير فيو عن السياره كثير حلو. مثل ما عم شفت توربو كار، يعني 2.4 لتر توربو انجن، هلا رح نحكي عنه اكثر. حتى عندك شيء كثير حلو بالصندوق، هلا شوف كيف تفتح. هيك جورج هيدا سحر، سحر فيليب يعني هيدا بالانسينيا. طب سكر لي اياها بايدك لشوف اذا لا هيك تسكيرها شوي اصعب. اكيد اشكر زميلنا ايلي عون يلي فتحنا، هو اتس كي لس يعني الطريقه بتفتح فيها الصندوق. شو هالساعه الخلفيه الكبيره على كل صح. حال كمان اكزكتيف كار عن جد سياره كثير عمليه صح، والحلو فيها انه ما لها سيجمنت معين فيليب، يعني تلبق لنا تلبق اكيد للبزنس مان، سياره عائليه، سياره للسيدات، للبنات اللي بحبوا هالنوع من السيارات كمان الجن. ما لها سيجمنت معين هالانسينيا كوزمو توربو اللي عم نستعرضها معك اليوم مع هالدبل كروم اكزوست من ورا اللي عطينا هاللوك الرياضي الحلو كمان. باركينج سنسرز فرونت اند رير بتكون اكيد مع نضج قدام ورا. اوكي اكزاكتلي 100% 221 حصان، كنا عم نحكي عن 2.4 لتر انجن توربو كمان 221 حصان بس اربع سيلندر. اربع سيلندر هذا الشيء المهم، يعني فيها محرك اربع سيلندر عم بيعطي هالقوه هيدي ومحرك توربو عن جد واو. يعني على كل حال سياره المانيه صحيح. غير الفوغ لايتس وغير لايت اند رين سنسور هدول عم نحكيهم مظهر الخارجي اللي عم تشوفون هلا، رح نشوف داخل السياره جورج صراحه. ايه داخل خلينا بس اذا فيك تطفي المصابيح الاماميه صحيح لانه عم بيعطوا شوية صوت على الاسف. كنا عم فرجيكم اكيد المصابيح من قبل وضوينهم هيك شوي. اكيد اول شيء leather perforated seats، يعني عم تشوفوا هالسيتس هون المريحين اللي فيهم يكونوا extended، فينا نحن نطولهم ونرجعهم لانه كمان their memory seats electronic seats اكيد heated seats وpower seats بنفس الوقت، يعني عن جد كل شيء سبل الراحه بقلب هالسياره. فخامه على الحل، فخامه عن جد. يعني بتشوف كمان الزرار بالستيرنج ويل، تحكم كامل بكل شيء بالسياره، سيتنجز اوديو كنترول، اضافه لكروز كنترول، كل شيء. كمان عم تشوف من الناحيه الاماميه قدام البورد للسايق قد ايه حلو، كمان الساعات الكبيره الحلوه والكثير عطينا رونق مميز، بالاضافه اكيد للهاندز فري سيستم مع البلوتوث، مع كمان نفس الوقت نحط فيها يو اس بي واوكسيلري وغيرهم اكيد من الانترتينمنت سيستمز يعني موجودين بقلب هالسياره. مثل عم نشوف كمان تيبترونيك كار كثير حلوه، الاي سي فرونت اند رير. انا سكرت الباب هلا في بتحس وزن بباب. عم نحكي اوبل، عم نحكي اوبل جورج، عم تحكي برادي خلفيه كمان. برادي خلفيه هيدا بيعطيها رونق اكثر، انه اتس ان اكزكتيف كار للاشخاص اللي بيشتغلوا بقلب سياراتهم، بيكونوا يمكن ما بده يفوت الشمس عليهم، يكون اكثر تركيز بقلب السياره. فا اي ثينك اتس ا كار فور ايفري ون، وسياره كثير حلوه. طيب انا بعرف انه الاوفر عليها خيالي كثير، مش معقول يعني خيالي. كثير كثير كبير. تنذكركم اوبل انسينيا كوزمو اللي عم تشوفوها هون موديل 2013 حقها كان 45000 دولار اكيد زيرو كيلومتر، يعني زيرو كيلومتر هيدا اكيد براند نيو. اون ذا رود برايس 45000 كان حقها عم بحكي، هلا صار حقها 35000 دولار اون ذا رود، يعني كل شيء تسجيل كل شيء تي في انكلودد بهالسعر. يعني بس 35 بدور وبيمشي
وبنفس الوقت هو بدور عم يمشي بياخذ معه شيء كثير حلو يلي هو يا 100,000 كيلومتر يا سنتين وارنتي حلو يعني يلي بتجي قبل اكيد على انليمتد انليمتد اكشلي مش انليمتد وارنتي كمان على يعني 2 year وارنتي انليمتد اكيد مايلج فيكم تاخذوها والسياره فقط موجوده بالام تي في او على الام تي في اس في دوت كوم بيشوفوا اكثر معلومات عنها ام تي في اس في دوت كوم هالويب سايت اللي عم تشوفوا فيه فقط السيارات اللي عم تشوفها هالاسبوع مشاهدينا يعني راح نشوف اوبل عم نشوف كمان بيجو سانيونغ وفولفو هالسيارات الاربعه من اكيد مصنعين الكبار العالميين عم تشوفهم بهالاسبوع فقط بالام تي في صح والاسعار كلها كمان حبينا بوتفوكس هيك تو جيف باك يعني جورج بالنهايه لكثير اشخاص عم يفتشوا على السياره بتنسبهم لاوفر بينسبهم اي ثينك راح يلاقوا كل شيء بهالاسبوع شكرا فيليب على كل هالانفوز عن الاوبل انسينيا كوزمو توربو 2.4 ليتر انجن نحن نلتقى فيكم اكيد بحلقات قادمه انا وصديقي فيليب وام تي في دوت كوم دوت ال بي لتقدروا تشوفوا هالحلقه اذا ما قدرتوا تتابعوها على الهواء الى اللقاء